السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين ايه الموزات طول الوقت شغالين بيه، عمالين نجيبه كده نجيبه كده، بحيث ان احنا نختار حاجة نتعامل مع الكمبيوتر من خلاله. الحركة الصغيرة اللي هي ملي الناحية دي سنتي الناحية دي لو جمعتها مع بعض طول اليوم، هتلاقي نفسك خلال سنة تقدر تقطع المسافة من الأرض للقمر. تخيل المسافة الكبيرة ديت من خلال الماوس، ان انت تحركه حركة صغيرة تقدر توصل من الأرض للقمر من خلال الحركة دي، من خلال المسافة دي. فمتقولش على أي حاجة، لأ ده ملهاش لازمة، مش هتفيد، ده حاجة صغيرة. لأ، لا تستصغر من معروف شيء، ولو أن تلقى خاك باج انطلق، وقليل دائم خير من كثير منقطع. وانت لو بس يعني كل يوم حفظت لك كلمتين تلاتة وقعدت تشتغل عليهم وتطور نفسك في أي جزئية، هتلاقي نفسك في الآخر أصبحت محترف للموضوع دوت. لو احنا قلنا مثلا كل يوم بتفرج على مسلسل بدل ما تتفرج على مسلسل، لا بتفرج على فيلم وثائقي، هتلاقي نفسك عندك معلومات غنية جدا وحاجات مثقفة. ممكن تشترك في كورسات تبع كورسيرا، تلاقي نفسك كأنك أخدت دكتوراه في الجامعة من خلال إن أنت كل يوم ساعة مثلا عمال تتابع دورات دورات وهكذا، استفادات مستمرة. لو قلنا مثلا أنت كل يوم تحفظ نص صفحة من القرآن، هتلاقي نفسك خلال فترة بسيطة 3 سنين ممكن تلاقي نفسك حفظت القرآن كله. فالقصد ان الواحد يبدا بحاجه صغيره وما تصغرش حاجه. انت لو كل يوم بدات خطوه في طريق النجاح هتوصل. لو كل يوم قلت مثلا انا هبدا امشي شويه بسيطه جدا، هتلاقي جسمك بقى افضل. لو قلت هبدا ان انا مثلا اقلل السكر في حاجه معينه، هتلاقي صحتك افضل. فما تقولش لا ده محتاج ان انا اغير الكون كله عشان اعمل حاجه ديت، او محتاج ان انا امنع الاكل تماما عشان وزني يقل. لا، حاول ان ده مثلا تقلل السكر، تحاول تقلل المشروبات الغازية، تحاول تقلل الحاجات دي. الحاجات الصغيرة لما بتتجمع مع بعض تعمل حاجة رهيبة جدا. الجبل نفسه مكون من صخور صغيرة، فالأعمال الصغيرة الحاجات الصغيرة دي لو هي حاجة سيئة هتلاقي نفسك وداك شمال خالص، لو هي حاجة إيجابية هتلاقي نفسك بتقرب من الصح وبتقرب من ربنا وبتقرب من الجنة إن شاء الله. فنبدأ وما نقولش الحاجة دي صغيرة، وما نقولش لا احنا نستنى لما حاجة كبيرة. لا، ابدأ بالحاجة الصغيرة الموجودة في ايديك واحدة واحدة. كل ما تزود جزء صغير ده هيفيدك اكتر. يعني انت لو عندك الواحد ده ضربته في 1.001 رقم، يعني بتزود حاجة بسيطة جدا، بعد شوية تلاقي الرقم بيكبر بيكبر بيكبر. لو عملت بالعكس بالسالب هتلاقي ان القيمه بتقل. فانت خلي كل يوم بتضيف حاجه ايجابيه لنفسك، بتضيف ميزه لنفسك. كل يوم مثلا تقول ايه، طيب انا هعود نفسي مثلا وانا رايح الشغل هسمع قران، هسمع انجليزي حتى لو مش فاهم، شغله جنبك، هتلاقي نفسك واحده واحده بقى الاسماع عندك افضل والنطق عندك افضل. فربنا يهديني ويهديكم اللي فيه الصح، ونعمل باذن الله بالكلام ده.